وصلنا وي ميد ات وصلنا للبرايم الاخير دا احس هيك كانه حلم ما اعرف فشي مو حقيقي كانه معقول هاي اخر مره راح اسوي ريهرسلز صدق وصلنا للفاينلز يعني شيء ما شعور لا يوصف هلا نحن بتحضيرات البرايم الاخير ل 13 وصلنا لاخر ستيب بمشوارنا بالبرنامج وانا هيك احس حالي مبسوطه زعلانه كلهم هيك ميكس فيلينج انه مبسوطه لانه وصلت لهون بس زعلانه لانه خلص هيدا اخر برايم ما بقى رح نجي على الستيج لهون ما بقى على الاستديو لهون ما بقى رح اشوف رفقاتي وهيك بالنهايه نحن كلياتنا فايزين لانه نحن وصلنا لاخر حلقه فمين ما كان الاول او الثاني او الثالث ما يحس حاله انه خسران نحن كلياتنا ربحانين بمجرد وصلنا لهالحلقه اول ما دخلت للمسابقه ابدا ما كنت متخيل انه راح اوصل لاخر حلقه قلت يعني ما بدي اطلع من اول حلقه الثانيه الثالثه بس جرت الرابعه والخامسه وهاي احنا اللايف رقم 13 وصلنا للفاينل فشي ما كنت متوقعة ابدا تخيلت انه راح اوصل لهالمرحله ومن الاول كنت بقول بعد ما تطورت طبعا وشفت كيف مستوى فيديوهاتي تقدم فقلت اذا في عدل انا فعلا بوصل للفاينل ووصلت اليوم بالريهرسلز كثير الوضع مختلف لانه نحن بس ثلاثه وساعات قليله بتفصلنا عن انه نعرف مين يلي راح يربح اخر ريهرسل الى طعم خاص الى شيء غريب يعني انه هذا اخر ريهرسل كل شيء اليوم دا احاول قدر الامكان اقول انه هاي اخر شيء هذا اخر مره اقعد على هذا الكرسي اخر مره احمل المايك شعور سيريالي شعور غريب شعور حلو كل المشاعر مدموجه الفرق بين بروفا اليوم وكل البروفات الماضيه انه اليوم كثير بخوف كثير حلقه حاسمه كلياتنا متوترين هي اخر حلقه لنا وهيدي اخر بروفا بنعملها بالبرنامج وهي اليوم نهايه لكل شيء بنجم بلحده اكثر شيء رح اشتاق له من بعد هيدا اللايف هو كل شيء كل شيء بالبرنامج مع انه كان كثير صعب كان تجربه يعني صعبه كثير لقلي بالاول بس قدرت اتاقلم معها بس اكيد رح اشتاق لقعدتنا بانتورك بس نجي على الريهرسلز اكيد رح اشتاق انه ببدايه كل اسبوع كانت عم تجي سيلين وتخبرنا عن التحدي فهلا يمكن هيك اوعى الصبح قولي وين التحدي انه بدي تحدي بدي اعمل شيء اكثر شيء رح اشتاق له هو جايتنا للاستوديو الريهرسلز اللايف انه اكون على المسرح الكرو كله والناس اللي بتشتغل ورا الكاميرا زملائي اللي معي المتسابقين اللي معي لجنة الحكم اكيد والشغف هذا اللي يصير خلال الاسبوع انه انا دا اشتغل على فيديو واريده يكون احلى شيء واستنى يوم الجمعه علشان الجمهور واللجنه تشوفه كل هذا راح يروح كثير الاشياء اللي بدي اشتاق لها من بعد هذا البرايم يعني سمر حدا من الاشخاص اللي كثير كثير راح اشتاق له هيك تحضيرات البرايم والفئه بكير وهيك تنظيم الوقت حتى طاقم العمل ولجنه الحكم وسيلين كثير رح اشتاق لها حتى انه وقت ودعتها ما قدرت ما ابكي عن جد رح اشتاق لها كثير سيلين ولتعطينا التحديات التحدي الاول مهم جدا كون الموضوع جدا شخصي وعاطفي وانا تكلمت عن والدي وكيف تعرفت على الافلام وحبيت الفن السابع وحبيت صناعه الافلام فبالنسبه لي جدا شخصي كموضوع ثاني شيء مهم جدا لان هو اللي راح يحدد عن طريق اللجنه مين راح يكون الثالث التحدي الاول عن التريبيوت من اول ما قالته سيلين كثير حبيته بس هيك ضعت شوي بالفكره انه كيف بدي اربطه بالويلنس بس قدرت الاقي
اشياء ان كومن بين الويلنس وبين الشخص اللي احكي عنه اللي هو امي. حلو الموضوع. انا اول حدا خطر ببالي وهو الوحيد المؤثر فكريا وجوهريا، يعني عمل لي نقله نوعيه بحياتي، فهذا الفيديو هو تكريم له. الفيديو عملته باخر وقت، هو حلو والقصيده حلوه. انا كاتبتها للكوتش بثاني مستوى انا تخرجت فيه من عنده بتحليل الشخصيه، فكتبت له اياها اهداء، واليوم استعملتها لهيدي القصيده بهذا الفيديو. لهيدا التشالنج اخذت كثير وقت لحضر، لانه كان بدي اعمل فكره جديده وفكره تقدر تندمج يعني بالتريبيوت والويلنس بنفس الوقت. يعني كان هذا الشيء في صعوبه، ففضلت اعمل عن امي لانه انا المصدر يلي من وراء تخصصت بالشيء اللي انا فيه هو امي. طبعا انا حاولت انه اوصل رساله مهمه شخصيه عني، فاني متاكد التاتش هذا الشخصي راح ياثر على اللجنه بطريقه ايجابيه، وراح يشوفون فعلا اني دا احيي والدي بالطريقه اللي انا اقدر بيها. انا كثير جاهزه اليوم للكومنتس تبع اللجنه ولحكم الجمهور، لانه عن جد اشتغلت منيح كل هالفتره. بتمنى اكون فيلا ربحانه لانه بعتقد انا بستاهل. هيدي اخر فرصه الليله لحتى نوصل موهبتنا بفيديوهاتنا الاخيره بنجوم بلا حدود، ان شاء الله يكون ختامها مسكن مثل ما بيقولوا. النهاردة آخر حلقة، وإن شاء الله النهاردة حد هيتوج أخيراً وياخد اللقب. بالنسبة لنا يعني أكيد هي رحلة حلوة، 13 حلقة قعدنا فيها مع بعض، وبتبقى فيها علاقة كويسة مع الناس اللي موجودة وبالمشتركين، وبنزعل وبيروحوا وبيجوا طبعاً مع يارا وفايا وكارلا، فأكيد يعني لي مكان خاص البرنامج ده. اليوم وصلنا بسرعة للبرايم الأخير، مرقوا بسرعة ما حسينا فيهم. اشتقنا للمشتركين اللي غادرونا، ورح نزعل كمان اليوم لأنه في مشتركين كمان يعني اللي وصلوا لهالمرحلة من قبل، من 4-5 حلقات كانوا كتير بيستحقوا، بمجرد أنه ما وصلوا لهالمرحلة هن يعني بيستحقوا أنه يكونوا الأفضل. أنا أول تجربة لإلي بلجنة التحكيم، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، لأنه عن جد حبيت. أنا شخصياً تعلمت قصص، تعلمت عن المشتركين، تعلمت عني، تعلمت عن التجربة ككل يعني، والسوشيال ميديا قدام مهمة اليوم. أنا متوقع منهم إن هم يقدموا أحسن حاجة ما عندهم يعني. نور الدين من الأشخاص اللي تطوروا جداً، في تطور بشغله حتى. نور الدين خلص عن جد ما راح اروح احضر فيلم الا ما اعرف راي نور الدين فيه. سمر هي بالنسبه لي مفاجاه الموسم، لانه من واحده اصلا كنت اول فيديو اتفرجت عليه كنت بضحك عليها، بس انها توصل للنهائي والفيديوز بتوعها يكونوا اكتر من بيرفكت، يعني تحسوا زي اعلان الفنادق. جنان من الاشخاص اللي كتير كمان ساعدوا حالهم بحالهم وتطوروا لحالهم، وعم بتقدم اشياء كمان حلوه احسن من قبل بكتير. كلهم بحبهم، سمر وجنان ونور الدين، وتعودت عليهم يعني وعلى الفيديوز تبعهم، فايه رح اشتاق لهم. أنا وفايا ووائل منشكل هيك جو مهضوم لأنه كتير قراب من بعض، كتير على طبيعتنا، مش متصنعين يعني، ومش يعني هيك عم نتسلى. لحظات قبل آخر حلقة يعني بتمنى تكون هيك قد توقعاتكم، وتكون قد يعني قد المستوى المطلوب. بتخيل أكيد الفيديوهات حيكونوا قد المستوى المطلوب. ما تنسوا تحضرونا وتصوتوا. متحمس جداً إنه اللجنة تشوف الفيديو، تعرف من وين إجاني حب
الأفلام وليش دخلت بهذا المجال من خلال هذا الفيديو. أتمنى أنه الفيديو يكون إلى أصداء إيجابية وتوصل الرسالة أنه أنا مدى أحاول ألعب مشاعر أحد، لكن دا أوصل شيء ألهمني وتحية لوالدي. الآن أجل الوقت أنه أطلع على المسرح، فادعوا لي. وهلأ مع نور الدين أمين من العراق مستمرين بالتحدي الأول تكريم بس بأسلوب الناقد السينمائي. نور الدين رح نبدأ مع فايا. فايا، قدي نجح نور الدين بعامل التأثير؟ جداً جداً، يعني لأبعد الحدود. أنا أثر فيه الفيديو، وأكيد والدك فخور فيك ويلي عم تعمله اليوم. وبدي أقول عن جد يعني أحلى شيء أنك ما قدرت تقيم الفيلم، أنه عن جد إحنا أحياناً هالقد شيء بيأثر فينا كأطفال، ومنبني مسيرتنا وعملنا وحياتنا كلها على هالقصة، فكتير حبيت الفيديو. أشكرك. دايماً أسلوبه لنور الدين مميز ومتطور، وبيجذبنا دايماً أنه نضل ملاحقين شو رح يصير. الفيديو كمان جداً مؤثر، الله يرحم بيك. رائع، ما فينا نقول غير هيك. أشكرك. نور الدين فيديوهاته زي ما قلنا يعني هي من نص المسابقة وهي في تحسن وتطور ملحوظ جداً. ما عنديش أي تعليق طبعاً، نفس التعليق اللي أنت مواظب عليه، حتة أن أنت بتحط نفسك جوه الفيلم. النصيحة الوحيدة اللي أديها لك، أنا طبعاً تأثرت بالموضوع، بس لما تيجي تحكي حاجة إيموشنال أو حاجة عاطفية حاول ما تحكيهاش بنفس طريقة النقد اللي أنت بتحكي فيه عن أي فيلم. بجد أنا فخور أنه حد زيك واقف قدامي دلوقتي. أشكرك. إحساس غريب، أهلي قاعدين بالستيج ده يطلعون علي، فكل هذا التفكير أنه هذا الفيديو راح يحدد مين هو الثالث والثاني والأول، في ضغط كبير والموضوع جدا عاطفي واللجنة تأثرت، يعني شيء غريب جدا. الكومنتس كلها حلوة وأفتخر بيها، ولو تكون آخر تعليقات من اللجنة راح تبقى ببالي وراح أفتخر بيها وأعتبرها شهادة أعتز بيها جدا. أنا الشخص الأول رح يطلع اليوم، رح نبقى لآخر تكة لنعرف مين الشخصين رح يتأهلوا، فهيدا الشيء كتير ملبكني لأنه أصلاً خوف الوقفة هي بحد ذاتها كمان كتير بتخوف، إنه ثلاثتنا كأنا عم برجع بوقف بمرحلة الخطر. أنا الفيديو الأول كتير واثقة منه، واثقة إنه رح أخطى هيدي المرحلة. إن شاء الله الجوري عن جد تحبه لأنه اشتغلت شيء من كل قلبي. ثواني وبطلع على المسرح، كتير موترة لأنه تقريباً هيدا قبل آخر مرة بطلع فيها على المسرح، إن شاء الله خير. تحدي تكريم ابتدى، ومع سمر أنطون من لبنان عن فئة الويلنس منشوف مين هي الشخصية اللي اختارت تكرمها وعلى طريقتها الخاصة. يارا، شو رأيك بالفكرة تكريم والدتها وفكرة التحدي؟ مؤثر جداً أكيد. دايماً الفيديو اللي بتقدمهم سمر فيهم مساج وفيهم إفادة وفيهم إضافة، فبس الجماليات بالفيديو 5/5. حبيت كتير الفيديو، يعني حاولت، بعرف الأم دائما هي شيء عاطفي، بس أنا شلت هالشيء على جنب، ومع هيك الفيديو تبعك كان يعني توب من كل النواحي. سمر، أنت عارفة النهاردة آخر حلقة صح؟ أنت عارفة إن الفيديو ده لازم يكون أحسن حاجة تعمليها. مظبوط. فأنا مش فاهم يعني. لا الفيديو حلو جدا جدا يا سمر. لا سافة يا جماعة، الفيديو حلو قوي 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 قوي. اول حاجه النهارده ابدعت في الارت دايركشن، وهي وانت بتاع التفاح والضغط وفي ايد بتسلم ايد انه بتطمنها، ده كلها حاجه بيقول سبليمينال مسجز بتتحط علشان تأرخ الفكره اكتر واكتر، وجماليات في الكادرات. ولاول مره بحييكي على السكريبت. استغربت أول مرة بطلع على المسرح، ما كنت خيفانة يعني، كنت مبسوطة أنا بسمع آرائهم وهيك، وحبيت الريمارس الأشياء اللي قالوها، وإن شاء الله هذا الشيء ينعكس على العلمات. وقت هيك بلش بطريقة إنه هيدا آخر براين، معقول بتعمل هيك؟ صرت أنا هيك إنه ليز لا صرت عم يمزح، ما بعرف هيك إجا راسي. أكيد لا، أكيد عم يمزح لأنه واثقة من الفيديو تبعي. حاسة إنه مش الحال، بس ما حدا بيعرف لأنه بعد في شخصين، بعد في نور الدين وبعد في جينان، فهيدا الشيء هو اللي بيقرر شو رح يصير بالبرايم. طبعاً أكيد سمر بالفيديو ده بتبقى في التوب 2 أكيد يعني، بس لسه في فيديو تاني ده ممكن يقلب الموازين، ولسه ما شفناش 2 فيديوز من كل حد، والله أعلم يعني، ما أقدرش أحكم من دلوقتي أول حلقة أحكم.
هلا طالعه على المسرح، كثير خايفه يعني، دعوا لي ان شاء الله يكون خير. انا بتمنى انه اول فيديو توصل المسج منه. انا ما كنت عم احكي عن يعني الشيء اللي كثير نمطي اللي هو التاثير العاطفي انه الاب او الام، طلعت شوي عن النمطيه وحكيت عن استاذ فعلا عمل لي نقله نوعيه بحياتي. الفيديوهات كلها حلوه، ما بينقال عن فيديو واحد اليوم انه بشع او سيء، لانه كلياتهم يعني الجوهر تبعهم كثير قيم، انه نحن عم نشكر حدا بحياتنا، فما فيني اقلل من قيمه اي فيديو. الثلاث فيديوهات كثير حلوين، وكل فيديو بالنسبه للشخص تبعه انه هو كثير توب، لانه عامل على شخص كثير بهمه بحياته. مع جنان وكيل من سوريا، بنشوف الفيديو الاخير الليلي بتحدي تكريم، لكن على طريقه اهل الكلمه والشعر. بداية مع وائل، لأن أنت بتحملي، التزمت بملاحظاتكم جنان اللي بتعطوها إياها؟ التزمت بشوية حاجات. طبعا أنا عاجبني أكتر جمرة هل لي سبيل للشكر إلا القلم، القلم عفوا معلش تشكيل عندي ضايع، معلي معذور. ساعات بيكون أقوى سلاح إن احنا نشكر بيه إذا ما عرفناش نعمل فعل هو القلم فعلا، إن احنا نقول كلام حلو. فدي اكتر حاجه عجبتني، والشعر كان قوي جدا. بس تعليقي، الفيديو وانت قاعده في المكان اللي انت المفروض بينجدك منه، المفروض دي قصه ان هو بينجدك او بينتشلك من حاجه معينه، كان نفسي يبقى مور ارتستيك، يعني يكون في معرفش، يكون في حاجه معموله مش في وشك ان انت قاعده في كورنر وفي ضوء احمر وحد جه انتشلك. كنت عايزه تبقى تعبيريه اكتر ما هي. انا عارف طبعا انه الاسبوع ما بتلحقوش تعملوا الحاجات دي، لكن كان نفسي يكون موجود علشان يكمل شويه قوه الشعر اللي انت كاتباها دي. شكرا وائل. فايا، حكي شوي عن الارتستيك افكت، شو رايك انت بالصوره اللي شفتيها بهالفيديو؟ كيفك جنان؟ تمام. طالعة مثل القمر. أنا حبيت الصور الشعرية هالمرة، حبيت القصيدة، حسيتها كتير مناسبة للتحدي. يمكن من أكتر المرات يلي يعني لو ما بعرف شو التحدي كنت فهمت عن شو عم تحكي بالفيديو، يعني حتى لو ما شفت اللي كاتبتي بالأخير، فحبيت الصور. شكراً. يارا، هالفيديو اللي شفتيه حمل عامل التأثير بشكل عام؟ أكيد 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 100%. وهيدا الموضوع أصلاً جداً مؤثر يعني، وهي قدرت فسرته بالشعر وصلنا أكيد، لأنه كلنا تأثرنا. وحبيت أنه هي قدام أسرة كمان، هي عم بتمثل بالفيديو يعني، وصلت الرسالة. حلو كتير. بدي أقول لك أنه علامات الحكام صارت جاهزة، منشان هيك بدي أطلب من سمر أنطون ونور الدين يتفضلوا على المسرح لو سمحتوا. إذن علامات لجنة الحكم هي اللي حددت مين من هالثلاثي الأقوى، سمر، جنان، نور الدين. مين رح يغادرنا هلأ؟ لكن الأكيد ما حدا طالع خسران، لأنه ربح تجربة رائعة وحصل على محبة الناس وتشيك مصرفي بقيمة $5,000. سمر، جنان، نور الدين، أكيد بدي لكم جود لك، موفقين. المشترك أو المشتركة يلي رح يغادرنا أولاً الليلة، يلي حصل على أقل مجموع علامات بحسب تقييم لجنة الحكم، عم نشوف العلامات. جنان وكيل، انت حصلتي على اقل علامه، وبالتالي انت بتغادرينا هلا. مبروك جائزتك الماليه وقيمتها $5,000. تفضلي. الف مبروك لك جنان. بارك فيك. أنا بالمركز الثالث، مبسوطة وتوقع هيدي النتيجة كثير، بعرف من الأول حكون ثالث. أنا راضي عن النتيجة أكيد، بس هلأ ناطرة القرار الكبير لنشوف التصويت كيف حيكون بين سمر ونور الدين، ولمين اللقب رح يكون.